طيب الطريقة الرابعة اللي هي الوان بروتر. الوان بروتر يعني نعتبرها طريقة أكثر لتغيير ستارتنج كارد. هي مش يعني نكون دقيقين، هي مش طريقة فعلا لتغيير الفيرينج سبيد، بس أنا شملتها. فإذا بنطلع على الطريقة الرابعة اللي هي الوان بروتر اندكشن موتور، الوان بروتر اندكشن موتور بيجي عندي 3 تيرمينالز للستيتر وبطلع من الروتر 3 تيرمينالز، بكون أنا حاط مجموعة مقاومات هون أو باور الكترونكس وهدول هم متغيرات. فلما نيجي احنا بنعمل ستارتنج بهذا، طبعا هون الروتر وهذا هون التيرمينالز تبع الستيتر. اول ما نيجي نعمل ستارتنج بيكون هذول رافعين قيمتهم، بيكون قيمتهم عاليه، فهذا بعطيني هاي ستارتنج تورك، فبيكون هون ار لارج. هلا كل ما عملت ستارتنج سلو اكشنز تمام، لاحظ عندي هون هاي ستارتنج تورك هلا كل ما تحركنا من هون بتصير هاي ار سمول، زي ما حكيت لو اني ضليت على ار لارج بكون السليب كبير اتريت التورك مظبوط. لو اني خليت هاي الريتد تورك مثلا هون تي ريتد راح يكون عندي هون سليب كبير، هون سليب اقل اقل اقل، واللوسز تناسب مع السليب، هون اقل سليب فبعطيني ذا هايست افشنسي، فبستفيد من الحالتين. يكون عندي هاي ستارتنج تورك بعطيني هاي ستارتنج تورك ببدا فيه، بعدين شوي شوي تدريجيا وهو المحرك ببدا. هذول ممكن يكونوا تايمد، ممكن يكون تايمر، ممكن يكونوا ستيبت كمان، وممكن تكون هاي باور الكترونيك ديفايس كمان، يعني ممكن تكون هون باور الكترونكس بحيث انها تغير الافكتيف ريزيستنس. هذا هون الواوند روتر اندكشن موتور. مشكله طبعا الواوند روتر اندكشن موتور الكوست تبعه اعلى، في عندنا في سليب رينجز وبدي وسيله حتى اغير هذول اللي موجودين هون، حتى اغير انا فعليا هون. اذا بدي اكون دقيق هو مش طريقه لتغيير السرعه، هي طريق ميثود اوف ستارتنج حتى تعطيني هاي ستارتنج تورك. اذا ميثود اوف ستارتنج تو اتشيف ستارتنج تورك اند هاي افشنسي. At rated speed. يعني حققنا high efficiency هون وجبنا high starting torque. هون هذا بنسميه one rotor induction motor. وزي ما حكينا تتذكروا لنا استعمال هلا شائع جدا للone rotor induction motor في الwind turbines في الدبلي فيد induction generator DFIG. استعمل الان في الwind turbines بشكل كبير. عمليا انقرضت كانت الone rotor induction motor استعمالها خفيف كثير، لحد ما بدا رجع استعمالها في الوينتر مايز. الطريقه الخامسه اني استعمل باور الكترونكس. الطريقه الخامسه اني استعمل 3 pairs of back to back SCRs مع المحرك هذا هو الاي سي في في. هاي اللي ايوه قبل السايكلو كونفرتر، هاي مختلفة عن السايكلو كونفرتر. في سايكل الاي سي في في اللي هو اي سي تو اي سي مباشرة. إذا بتذكروا في الديسبلينز في الباور الكترونكس في عندي مجموعة ديسبلينز أربعة، كان عندنا سيركت دي سي تو دي سي اللي هي الباك كونفرتر بوست كونفرتر والبي دبليو ام والتشوبر. في عندي دي سي تو اي سي اللي هو الانفرتر، اي سي تو دي سي اللي هو الريكتيفاير والكنترول ريكتيفايرز، واخر شيء كان عندنا نوع اي سي تو اي سي مباشره بدون ما امر في الدي سي. يعني اذا في عندي دائره بمر اي سي تو دي سي ودي سي تو اي سي، هذا مش اي سي في في، مش اي سي تو اي سي. الاي سي كنترولرز او الاي سي كونفرترز اللي بتحول من اي سي لاي سي مباشره بدون ما تمر في الدي سي، بنفس الترانسفورمرز اللي بتغير الفريكونسي كانت السايكل كونفرتر بغير الفريكونسي. الاي سي في في فيز كنترولر، هذول مرات بسموهم فيز كنترولرز لانه بتحكم بالفيز انجل كنترولر الفا، هذول اللي موجودين هون بغير الفولتج لفولتج، بغير فعليا الار ام اس تبع الفولتج بدون ما اغير الفريكونسي. هاي الدائره تشينجز تفرق عن ترانسفورمر، الترانسفورمر بتغير الفيز. الترانسفورمر ايش بيعمل؟ بغير الامبليتود تبع الفولتج. عبد الله صار
وبتضلها ساينوسويدال. هون انا بعجب عليها السيجنال بتبطل ساينوسويدال بتصير فول اوف هارمونيكس. اذا هذه تشينجز ار ام اس اوف ذا فولتج وكيتش ذا فريكونسي. بس طبعا هو هارمونيكس بتكون عالي جدا هارمونيكس هاي من مساوي هذه الدائره. لكن هاي هي المستخدمه كسوفت ستارت. هذه هي فعليا يعني ابلكيشن. سوفت ستارترز وفرجيكم اظن فرجيتكم صوره لها. رح نحكي بتفصيل اكثر عن السوفت ستارترز رح نشوف الميزات او الفيتشرز اللي موجوده فيها. طبعا هون بدي الفيز الثالث. هذا المحرك فري فيز تبع المحرك موصول ستارت ممكن تكون موصوله دلتا ما في مشكله. وعندي هلا هون 6-3 pairs of back to back. شو يعني back to back؟ يعني اخذنا الانود كاثود حطيناه على الكاثود انود وانود كاثود حطيناه نفس الشيء هون وهدول باك تو باك من هون. فهذا بتكفل ب 120 درجه الموجبه وهذا بتكفل ب 120 درجه السالبه ل 360. بغير الفا هون بغير الفا هون الفا هون والفا هون والفا هون والفا هون. نعمل الفايرنج عليهم. هلا مشكلته المين ديسادفانتج لهذا هارمونيكس وطبعا الفولت المين ديسادفانتجز فريكشن هارمونيكس الاوتبوت. لما يكون ريتشن هارمونيكس بضيع عندي تورك وفي بصير بيحمل محرك. في عندي ايفن في عندي زيرو اوردر هارمونيكس بوزيتيف سيكونس هارمونيكس ونيجاتيف سيكونس هارمونيكس. ترى شو ممكن كمان تغير السرعه فجاه وتنزل السرعه في الموتور هو لا الهارمونيكس مشكلتها الاساسيه انه انا بضيع عمالي من التورك لانه في هذول اللي بكونوا سرعتهم 350 و150 السبنث والفيفث والهذا في منهم بعطيني تورك معاكس وفي منهم بعطيني تورك بنفس الاتجاه وفي منهم ما بعطيني تورك بالمره اللي مضاعفات الثلاثه. هذول بس بيحموا المحرك على الفاضي. هذا مشكلته انه ريتش ان هارمونكس. وبعدين طبعا عندي لو تورك لانه التورك بينزل كل ما نزلت الفولتج اللي هو بشكل عام كل مشكله الفاريبل فولتج. كل مشكله الفاريبل فولتج انه بينزل التورك بس مشكلته الاساسيه انه غير الريتش ان هارمونكس. الميزه الاساسيه الرئيسيه انه فيري سمبل وكومباكت. هلا اللي بصير عاده في هدول انه بنعمل ستارتنج بشغل السيستم ولما يوصل بالنهايه الفايرنج انجل توصل زيرو. لما الفايرنج انجل توصل زيرو شو يعني صار؟ صار كانه هذا هو نفس هذا وهذا نفس هذا وهذا نفس هذا. ليش اخلي هذول شغالين؟ بعمل باي باس بالكونتاكتر. فبيكون في كونتاكتر بتعمل باي باس والا راح اضل احمي هذول الاس سي ارز يحموا على الفاضي. بطلت بدي اياهم ما بحتاجهم. لما الفايرنج انجل تصير زيرو خلص مش هيك في لهم حاجه بعمل باي باس. هاي اسمها باي باس كونتاكتر ما بتكون موجوده داخل السوفت ستارتر انت بتركبها برا. فانت بتقول خلص وصلت انا وصلت السرعه العاليه من هون سرعه اللي بدي اياها خلص. فصارت وظيفه هدول بس انت بيشتغلوا بس بفتره ستارتنج لمده 10 ثواني 15 ثانيه حسب قديش انت بتعيرها. طبعا انت بتعير الالفا كيف تتغير بدك اياها بسرعه تتغير الفا. قديش بتبدا الفا تكون بالبدايه؟ 180 مثلا 120 حسب قديش الزاويه هذا. وبعدين بتبدا تنقص تنقص لتوصل بالنهايه زيرو. لما الفا توصل زيرو معناها صار الانبوت هو نفسه الاوتبوت. كم انبوت له السوفت ستارتر؟ ثلاثه. كم اوتبوت؟ كمان ثلاثة. بشكله 6 تيرمينالز بيكون منهم. هذا اللي هو السوفت ستارتر.